من جديد نحييكم في الجزء الرابع والأخير، والحديث الآن متعلق بنقابة اللاعبين، متى سترى النور هذه النقابة التي أشرى كان وراءها أو وراء تأسيسها كل من سامي الزاوي أنذاك، حسين أشو، زيد ذكرني بعديد الأسماء، فريد ملولي وعديد الأسماء. ماذا حدث في تلك النقابة التي أوجدت في بداية انطلاقتها؟ كنا تلقينا في العاصمة ممثلي الرابطة الأولى والثانية، برسك معظم الفرق كانوا حاضرين، لا ممثلين تاعهم، كنا حضرنا بزاف مع قائدي الفرق، درنا لا بومير رينيون، تفاهمنا على كل شيء، قلنا نديروا وقفة احتجاجية في كل مقابلة، بعد كده اون نروحوا لصوالح رسمية لإنشاء. هذاك الوقت كان تسقيف الاجور الله اعلم. ثم جيتي كونتر تسقيف الاجور؟ نو بيان سير، باسكو تسقف الاجور وماكش حافظ حق حق اللاعب، احفظ حق اللاعب وسقف الاجر، هذا هو، تعطي حقوق اللاعب من بعد الواجبات ساهلين. طبعا تفهمنا على كل شيء، كاين بعض رؤساء الفرق ومدربين كانوا انا نقول تلقوا اوامر، لان ما جاش من راسهم، تلقوا اوامر حب ما خلاوش اللاعبين يديروا وقت الاحتجاجية. أو من جات هذه السبب؟ يكونوا من مسؤولي كرة القدم هذاك. لا لا راهو أنا ما نهضرش الأسماوات، لأنه نقول لك احنا تفاهمنا وقف احتجاجية، ما راح نضر حتى واحد، برك ما نفهموا الناس باللي هذا اللاعب ديجا أنت استضرت بعض اللاعبين اللي راهم يسوفريو الآن. صح. لو كان هذيك السنديكا تكريات وكذا وما تحفظ حقوق اللاعبين، تولي لهم واش من الجانب القانوني اللي يصيريو بالك حقوقهم. ما مشاتش في الشلونه نقولها لك، كاين بعض المقابلات وين داروا الوقفه وبعض المقابلات ما دارش. جوزكم ميم كونسي ديسيبلين تاع فوالا، كاين لاعبين اللي كونفوكا وكذا، واش نقول لك فشلت، وحنا فشلت من رؤساء النوادي، فشلت من المسؤولين، فشلت من اللاعبين اللي خافوا. مش عارف انا واش الحاجه اللي اجهد هذه النقابه، مش عارف علاه حبسوها، اسكو راح تتخوفهم، اسكو راح كونتر، هذه سانديكا راح تدافع على اللاعب. هذا ما كان ماشي كونتر، ماذا بك انت كمسؤول يجيك واحد خير ما يجيك ألف لاعب يشكي، يجيك واحد يتفاهم معاه، ديروا طابلون وتشوفوا مشاكل اللاعبين خير ما كل فريق يشكي. احنا بغينا بطريقه تنظيميه لكن ما مشاتناش. مصطفى ايوقا اليوم نتحدث عن الاحتراف، ما فيش لا نقابه المدربين لا نقابه لاعبي المحترفين، رغم ان قوانين الفيفا تلزم وتجبر كل الدول على اعطاء يعني لاغريمون هذه النقابات. يعني سي فري، سي تي نونت ما تقدرش دون نيمبورت كيل انتربريز، باسكو رانا نتكلموا على مؤسسات، سي دي سوسيتي بار اكسيون، سي دي سوسيتي سبورتيف على كل حال، مي سي دي سوسيتي سبورتيف بار اكسيون، نورمالمون اوتوماتيكمون يكونوا دي سانديكا ديجا في لي كلوب. Les joueurs, ils doivent avoir un syndicat pour défendre le... Bon, la nouveauté. Mais je ne sais pas si Kimagel Samer, à l'époque, il y avait une conjoncture, quelque chose à battre, dictatorie, je ne sais pas si tu as le droit de l'UGT, je ne sais pas si les syndicats privés, ou je ne sais pas si les arbitres sont en train de privés, je ne sais pas si un syndicat indépendant. Le jour, le jadid, c'est Kamal. On a acheté des photos, les bénis qui ont fait le Saoudi, les bénis qui ont fait le Bjaya, Hadjaoui, Rabbi Shafi, وربي شافيهم الحمد لله. شاهدنا مسعود في هذا البلاطو، مغراوي ايضا في الصمت، يعني مصابيح، عديد لاعبين، كبران، الناس راهي تعاني في الصمت. خلفوني الله يرحمه برحمه الله، جمال بلكحه لاعب اتحاد الحراش. لا لا كاين بزاف اليوم لازم سانديكا، ولا نوفوتي الحمد لله حاجه تفرح. علاش مقبله قلت لك خليني نكمل، باسكو لو مينيستير اجوردي لي ديفون سي ريسبونسابيلتي، باسكو لا فاف دارت له دي كوريي باش لا فاف اي فاس كونفورمي مع لي ريغلمون جينيرو تاع لا فيفا. واش يقولوا لي ريغلمون لي زاموندمون تاع بارمي لي زارتيكل؟ كاين لي سينديكا تاع جوار يكون داخل، سينديكا تاع لي زونترينور ولا الكوليج دي زونترينور يكون داخل، السينديكا تاع لي زاربيت يكون داخل، ايزورو لو دروا دو فوتي في لا بروشين اليكسيون تاع لا فاف. هذه حاجه مليحه. سامي الزاوي، عديد لاعبين يعانون في صمت اليوم، لو كانت لقبة اليوم مسعود ما يصرالوش يصرالوها حاليا، مغراوي لاعب نصر حسين داي، مسعودي اللي يعاني في صمت ايضا، نفس الشيء اللي حتجاوي لقى تضامن كبير بعد الهبه وبعد ما تم الحديث في الوسائل الاعلاميه بكل صراحه اليوم. واش تقدر تقول لنا اليوم؟ هل ما زلكم على فكره انشاء نقابه تاع اللاعبين؟ حتى اللاعبين السابقين هم بحاجه اليوم لنقابه، انتم اليوم كمدرب، لكن اللاعبين حاليا ايضا بحاجه اليوم لنقابه تحمي لهم حقوقهم. لازم كاينه نقابه، اذا ما دافعش على اللاعب او موا تكونسيي تفهموا ما هي الحقوق تاعو والواجبات في كره القدم.
لانه كون نسقسوا نابورت كل جوار نجيبوه والله ما يعرف الامور هذه. الجوار واش يعرف انه يسيني الكونترا تاعو يدي لي 3 مو دافونس هذوك، ما يعرفش حتى الكونترا تاعو واش فيها حقوق وواجبات. نهضروا برك انا نقول لي جوار اللي تغبنوا بزاف لي زونسيان، مي اكتيلمون الحاضر عندهم حقوق، عندهم ديزاسيرونس. لو كان يعرفوا برك يافوار دي كونسي يعرفوا واش عندكم حقوق. نعطيك اكزومبل في لافيلياسيون تاع لاكناس، كنت سقسي الجوار ما يعرفوش واش كاين، ما يعرفش كاع. نعطيك التيتل كبير، كنا نقصوا في لي كوليس، هضرنا باللي لام دايرين السقف تاع 27 مليون في لاكناس. هضرنا قبيل باللي نهضر على لاكناس ما نهضرش على ليا الجو كذا، كاينه 35% منها منها 9 يخلصها اللاعب و25 يخلصها الباترون ديال الفريق. تخرج كاع في الشهر حوالي 9 ملايين، 2 ملايين اللاعب و7 ملايين الفريق. لما نشوفها هكذا ومن بعد كيف تروح الكوميسيون ليتيج تنحلك من الصالير تاع نقولوا ان جوار 200 مليون. عبك 200 مليون تخرج بلوس، انا ماشي مازال ما فهمتهاش كيف مصرحين اللاعب 27 مليون وكي تاع الكوميسيون ليتيج تنحي له الا كان الصالير تاعو 200 مليون تنحي له قريب 80 مليون. وين راح تروح الاموال هذه؟ تتسال يوم هذا الاموال ولا تروح؟ اي ماشي، انا ما فهمتش لا كوتيزاسيون سي 9 مليون بار موا. سامر جاوي تشرح لي في الهاتف منذ اسبوع تقريبا، قلت لي على مسعود الناس اللي كانت تدور معاه هي اللي لا 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 نو شوف شوف يعني كانت سبب في ما تعرض له هذا اللاعب. نو اللاعب لما يكون عنده دراهم يدوروا كاع به الناس، كاين الشين وكاين المليح اللي كونسيه، مي كاين بعض الناس هضروا قلت لهم نو كونتر. انا حضرت مسعود وين شراين فواتور بالك، انا هذاك الوقت اللي يقولها مسعود يثبتها بلي انا مشيت مع واحد صديقنا جبنا الدراهم عطيناها للسيد لا فالور تاعها ما ديباسيش 3 مليون دينار، حاسبها له ب 540 صافي قريب 240 مليون زياده. ومن بعد تقول على هذا على هذا راه يعاني، انت اللي مصيتو، انت اللي ما خليتوش يعيش. وهي داخله وين؟ داخله انه لو جوال ما كانش يتوشي للسالار تاعو اجور، صافي لو كان اجور كان يقدر يشريها بلا فالور تاعها، اما كي تروح الكريدي وزيد لونتوراج، لما يكون عندك لونتوراج ماشي مليح مام كي تخلص ملايين ما تدير والو. سيد رشيد ازواو اليوم تحدث عن نقابه اللاعبين، انت كمسير كمساهم هل انت مع هذه الفكره؟ والله غير احنا رانا متاسفين وضعيه تعدد اللاعبين، وضعيه تاع اللاعبين شفتو كاين دي جوار شي دي بير دو فامي، كاين لاعبين كاين لاعبين هذه القوت تاعهم كما يقولوا، ويحسب 10 شهور 8 شهور ما يخلصش. وانا راني متاسف كان كيما لي زونسيان جوار سمير وحسين ناشيو ومولي سي دي زونسيان جوار لاعبين دوليين كانت عندهم فكره طيبه يعني، وما على باليش علاش رفضوا لهم هذا لاغريمون هذايا. وزيد المسؤولين قالنا لازم يكونوا على اوتور، لازم يكونوا على اوتور. وكيفاش انت تشوف اللاعب اللاعب تاعك 3 شهور 4 شهور ما تخلصوش؟ حنا بكري هذه ما كانتش بكري، لي جوار كانوا يدوا 3 4 مو دافونس. حنا في شبيبه القبائل كي تما كي تكون ازمه شهرين شهرين وبعد وحنا الجوار في الشهرين هذوك دائما موتيفي واحد دائما نهضروا معاه. جيد سامر جاوي تفضل تعقيب. هذه راجعه لي ماناجير اكزومبل، فاني هما انت تقول انا عندي ماناجير، ماناجير عارف يجي غير سيني معايا يدي لابيلاتور تاعو ولا نو كونتار. المهم بوتيت نشوف لو ماناجير لو بون ماناجير يكونسييه يتبع له الاوراق تاعو فوالا ميم خلص ميم خلص ميم خلص الجوار ومو يجي لي هذيك لي 3 4 موا ومو يدير له امتصال. سامر سمح لي حاجه درك مليح لو رول دو سانديكات دافع اللي يستاهل دافع عليه، مي درك انايا ثاني il faut pas défendre l'indéfendable. كاين دي جوار ما عندهمش ليجيان دو في، اي درك il faut dire la vérité باسكو رانا نهضروا للشعب. كاين حاجه مليحه نقولوها كاين حاجه ماشي مليحه، باسكو لي جوار هادو ثاني واحد اللي يدي 300 مليون الشهر ومن بعد يقول لي دون ديزون ما عنديش واش ناكل، واش يقول هذاك اللي كان ما عندوش من باسميك حياته كاع بسميك واش يهضر؟ ولا بريوريتي شكون نعاون؟ نعاون هذاك تاع سميك، انا ما نعاونش جوار تاع 300 مليون باسكو نهار كان عندك دراهم بالك تنعميت بالك بالك شويه الجهل ولا لا لا كمال il faut parler de ce côté. نعطيك حاجه نعطيك حاجه برك معليش كي هضرت، لو كان الجوار هذا الي اجور ما يديرش هكذا الصوالح هذو، الفريق يحاسبه وما يخليش يدير الصوالح هذو. علاه طلقت؟ لانه اللاعب ماهوش يخلص، كي ما يخلص ما كاينش رقابه، الاداره ما يجيش ما يروح يابسونتي كذا. لو كان اللاعب الي اجور في الصالير تاعو انا نقول لك يدير التاويل تاعو ويكون مراقب، يغلط يخلص. حنا دوك اللي يغلط ما يخلص باسكو علاه ماهوش خالص.
فوالا محمد امين عوديه صرح هنا قال تحدى اي لاعب في الجزائر يدي يعني كل اجر شهريه تاعو بيان سور قال يدي شهرين ثلاث شهور بعدها ما فيه ولا شيء لو كان كانت نقابه لاعبين اللي تدافع على حقوق لاعبين ما نوصلوش انا قلت لك تروح تكوميسيون ليتيج تناقض هنايا قال لك انا سمعته قال لك في شبيبه القبائل خلصوني صافي دير كاين لي جوار كانوا خالصين كاين وكاين كمال يفو با جينيراليزي جوار دوك عندك حاجه اكزومبل يسال 5 مليون دينار يروح الكوميسيون ليتيج ينقصوا شحال شحال البورسنتاج ترجع لهم مام با لا مواتي جو بونس وتلقى عايش سبع شهور ويجري مورا بالك عامين بالي يخلصها والله لا فالور تاعها لا كاين اللي راحوا لا جوستيس داو حقهم وداني سنتيم ميم با ما نحاولوش ميم با اللي يرجي نو انا حبيت نفهمك انا حبيت نفهمك باللي اللاعب لما يكون يعرف القانون ومبروتيجي روحو يدير اون كارير انا قلت لك دوكا اللي يضروا بزاف لي زونسيان جوار اللي هضرت معاهم مي دوكا كتي من الجينيراسيون هذه عندها حقوق لو كان تعرف برك كل واحد يخسر شويه دراهم يدير ان كونسي هو اللي يجري على الصوالح هذا صح مو لي زونسيان جوار شامل لازم نعرفك بصراحتك اليوم راك هادئ مقارنه بالحوارات اللي كنت لما كنت ضيفنا وداديه لاعبين القدامى اللي تراسها لي فرقاني هي الوداديه المعترف بها واللي تساهم في بعض المرات في المباريات الاعتزاليه عديد اللاعبين هل هذه الوداديه تاع 82 86 لي مونديالست ولا وداديه تاع كل اللاعبين دون استثناء حتى اللي عنده نقولوا هذا العام اللي يحبس لا كارير تاعو نو انا قاع مخلطين فيها مي جامي عرضونا والله عرفنا اهدافهم واش كاين جو بونس كو كانت محصوره هذا ما كان ما انا لحد الان عندي كارت مي ما جامي كنا معروضين والله حضروا معنا قالنا واش تقدروا تدبروا علينا واش نديروا صح هذا هو كانت جو بونس كانت منحصره انا حبيت نفهمك باللي اكتيالمون لو جوار الجيريان راه محفوظ عنده هذا الجوار اللي يبدا من 2011 يقدر يدير اون كارير صافي يدير يلعب ويبقاو له ديزاني يشوف كيف ياسيريهم انا نهضر لك على لي زونسيان جوار اللي راهم في يموتوا في صمت صحيح لازم حل هذا هما اللي مي هذو اللي غلط الله يسهل عليه باسكو علاه راك بروتيجي وانا قلتها لك قعدنا قبل نحسبوا قلت لك باللي يقدر يلعب اوموا 14 15 في القانون العمل 15 سنه يقدر بور هاد ليكا تاع حجاوي وتاع مسعودي وتاع عدد اللاعبين اللي ظهروا الوسائل الاعلاميه للاسف مساكن ما لقاوش وين يصدوا هل نحن بحاجه اليوم للوسائل الاعلاميه باش تحدد هاد اللاعبين مصطفى معزوزي باش السلطات تتحرك وباش يخصوا لهم طائره خاصه وباش يروحوا يدوهم في عود وكاين لاعبين نعرفوهم اللي ما يتكلموش واللي واحد ما يسلط عليهم الضوء فوالا هذا هادوك لازم لي ميديا يتكلم عليك اكزاكتومون هاوليك لو رول دي ميديا حنا ثاني رانا نلعبوا دور ايجابي دون سي كا اكيد الحمد لله اون دو اتر فيير دو سكون في بصح لازم نقولوا دائما الحقيقه والحقيقه باسكو درك حبيت ولا كرهت كمال الصحافه راهي منظوره بواحد العين ما تعجبش باسكو كاين سامحهم الله كاين بعض الزملاء ils ont clochardisé la fonction ta journaliste sportif kain des journalistes manager kain li bi3ou chriou li match c'est des intermédiaires ou sokhna dkhlo f le fasad mais c'est vrai normalement ki tkoun naqaba كاع لي جوار سي ميم بي ديغاليتي ماشي واحد يسكن في السونتر تميدياتيزيه واحد في الجنوب او يعاني مسكين بزاف واحد ما شاف قدر بالك حل فوالا بارك الله فيك بالك حل لاعب اتحاد بالعباس الله يرحمه يعني ولا احد سلط عليه الضوء الا في ربما الاونه الاخيره نتذكر مع الزملاء في قناه الهداف اللي داروا ان بورتري عليه وللاسف كان المرض مشالو الله يرحمه برحمه الله لهذا يبقى دور الاعلام الرياضي دور ايجابي ان شاء الله في عديد المرات ليس سلبي كما يظن البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لو كان تكون كاين سانديكا يكونوا فيها ناس نزهاء ناس اللي يخدموا انا جو بونس دي كا كيما هادو يتقلو بالسانديكا لانه اللاعب اللي يخلص 200 مليون كي دير لو كوتيزاسيون تاع اون اني في السانديكا نقدروا ندير نعاونوا اللاعبين هكذا بهذه الطريقه انا مش حبيت نفهمك اكتيالمون اللاعب فاقد شيء ما يعرفش كيما نقول الواجبات تاعو والحقوق ما ليسونسييل يحسب دراهم نو ما يحسبوا معليش عباك همو الواحد انه يمشي يخبيه نو معزوزي عنده همو الواحد انه يدير لي 3 موا باسكو على بالو بالاب لي 3 موا ما كانش وسيتو رانا اون كريز على كل الحديث باقيه ما تعلق بهذا الموضوع المتعلق طبعا بنقابه اللاعبين المحترفين دخل المنتخب الوطني لاقل من 20 سنه انهزم اليوم ضد المغرب بهدف مقابل لا شيء حتى المرتبه الثالثه في نفس المجموعه بعد فوز المنتخب التونسي على نظيره الليبي ولكن تبقى الحظوظ قائمه للمنتخب الوطني قبل ما نختم طبعا لقائنا بمخلفات هذه الجوله الرابعه التي عرفت فوز شبيبه القبائل خارج الديار ضد جمعيه شلف رشيد ازوان نترك لك كلمة الختامية طبعا لمحبي وانصر شبيب القبائل حاجة مليحة كيربحوا اليوم باسكو
وكان زادو خسروا اليوم تدخل في شباب تدخل في في ازمه كارثيه باسكو لازم ازمه تسييريه رغم تسييريه بيان سور لا جي اس كا سي دي بروبليم تاع التسيير ما عندهاش مشاكل تسمى المشاكل تاعها راهي في التسيير ننقدوا التسيير حاجه واحده اخرى ماذا بينا شباب كل خير لشباب القبائل شكرا مصطفى مازوزي لا بروفيتي اليوم رانا اليوم 40 يوم تاع وفاه والده المغني المعروف معطوب للناس نعجي الله يرحمها نتمنوا لها الرحمه والرحمه كاع الاموات المسلمين ان شاء الله. مصطفى مازوزي سؤال جاري من ناريجيا واش السر تاع كل ظهورك ضج على ما عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ علاش؟ كاين ضج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جو سي با شوف انا تعلمت حاجه نقول الحقيقه انا هذه برك صغيره برك انا كان في عمري 21 سنه محشي في حناشي كان جاري. تعلمت حاجة من الصحافة كنت نخدم في جريدة شباك جيتي ستاجيار عند سعيد السلحاني نحييه بالمناسبة تعلمت معاه حوايج باللي كنقولوا الحقيقة ملي بديت الصحافة ما نشوفش يا رشيد باسكو صاحبي ما لازمش ننتقدو غدوة تجي الإدارة واحدة أخرى تنتقدو علاش حنا شي ما نتقدوش الورا وما نتقدوش شوف البروبليم انتقد كاع الرياضيين واحد ما عطاكاني اون جوستيس إلا سوفي من الليل تاع جي اس كي عطاكاني اون جوستيس معليش مصطفى مازوي قبل نقول لك جواب الفيسبوك أنا نقول مادة تجارية سيدي كوميرسون وزيد جيد يعني شكرا سي رجلة يلبس كل توفيق لفريق عين الدفلة ان شاء الله باختصار صديقي برك تقليلي زاد عنده طفلة الاسم نسيتها منين معليش الشفاء لاجل الاسماء هذا الوقت راهي صعب شوية الله اسمها نينا الله الله يبارك بالبركة عليه ورشيد نتمنى لك التوفيق مع فريق عين الدفلة والشيخ منا قال لي نعاونك في ان شاء الله شكرا مصطفى راح ديك اصبرك عيسى ومحمد لي كوردوني تاع تيزي وزو نحييهم وناس تدميت سبيسيالمون محمد علاوه شوفان تاع جياسكا وريستورون صدمي وكاع البيرسونال شكرا تعزيه لي ربح او لحميد مسعودي المدعو الصوري مسير مونديال الجزائر في وفاه الاب تاعو مسعودي ربيح تعزينا لخونا حميد الصوري وايضا لسي الحسين ملاكم مولوديه السابق تعزينا الحره والخالصه ابراهيم سلوم وحاكم بلهادي رئيس جمعيه ديناميك والسمار تحيه لهم شكرا للمخرجين شكرا للتقنيين شكرا للمصورين ليله سعيده في امان الله.